يتخذ المال السياسي أشكالا عديدة، منها واضحة وصريحة ومنها خفية مثل المساعدات الإنسانية، وفي كل الأحوال فهي تصب بنفس الهدف، وهو التأثير المباشر على إرادة الناخب من خلال إجباره على التصويت لصاحب المال السياسي وليس للمرشح صاحب البرامج السياسية والاقتصادية والمجتمعية. مواطنون أكدوا أن المال السياسي هو سيد الموقف في كل الدورات السابقة لدى بعض الذين وصلوا إلى قبة البرلمان، متمنين أن تقوم الحكومة بتجديد العقوبات لمكافحة هذه الظاهرة التي أصبح يمارسها بعض المرشحين علنا. بحاجة لأكثر من هيك، البلد بحاجة لأكثر من هيك بكثير، ولازم جلالة الملك شخصيا يتدخل بالمواضيع هاي، المال السياسي بالانتخابات، لأنه هذا إشي معروف. جزء من بعض النواب، بعض من المرشحين من هسه بلشوا بالمال السياسي. والله مش فقط بس الحكومة اللي لازم على الإجراءات التالية، في برضو على المواطن نفسه شخصه يكون في عنده، إذا في عنده الضمير الكافي لهذه الإجراءات فبتعاون مع الحكومة، فبتكون الإجراءات إن شاء الله أسهل وأفضل. أكبر فساد هم بكون لما يشتري أصوات من الشعب المسكين اللي ما معاه راتب، اللي مثلا بصير يشتري الصوت بخمسين دينار. هذا مش مؤتمن على الدولة ولا مؤتمن على أنه يكون قرار حكومي. برأيي أمر غير كافي، وبرأيي أنه حتى في الانتخابات السابقة العلوم على علم، وحتى معظم الناس ومعظم اللي داخل البرلمان، حتى النواب اللي وصلوا للبرلمان بأصوات نزيهة بيعرفوا أنه في نواب كثير وصلوا بطريقة غير نزيهة عن طريق المال، وفي ناس بالاسم يعني بنعرفهم حتى في محافظات أخرى. كيف عرفنا؟ سمعنا ناس بتحكي في الشوارع أنه فلان النائب الفلاني كان مثلا بزيت بجبنة اللي الصوت بعشرين ليرة، الصوت بخمسين ليرة وبزيد وقت يوم الانتخابات، واللي بغيروا الدوائر على الهوية الدائرة الانتخابية، وهذا كله أصلا تزوير. يعني إحنا كتجربة سياسية جديدة لانتخابات 89، يعني انتقلت من التجربة السياسية البرلمانية من 89 ل 2016 والمجلس السادس عشر، التجربة لا زالت يعني في أطر التكوين، وبالتالي الشعب الأردني يعني في هناك بتخيلي هناك في فجوة موجودة ما بين الشارع وما بين يعني الناخب والمرشحين. هذه الفجوة أزمتها الفترات السابقة بوجود الصوت الواحد، قانون الصوت الواحد، وهذا الصوت الواحد اللي هو الصوت المجزأ، والذي نفترض أنه كان يعني ضمن معطيات معينة وضع هذا الصوت، لأنه يطلع لنا نواب يدافعوا عن الشعب، مش بس يدفعوا مصاري أول ما يصير وبعدين تضرب لهم تلفون يغير رقمه وما نستفيدش منه إشي. احنا بدنا نائب يكون نصير للشعب مش ضد الشعب. ضد الشعب لما يكون له مال سياسي يصير ضد الشعب، بده يدفع ماله، بده يرجعه، بده يستفيد اكثر. اكيد احنا اكيد مع نظام البلد الجديد هذا، وان شاء الله البلد كلها قدام بتصير احسن، والعلاج يعني النظام هذا كويس كثير للبلد. اكيد وان شاء الله تجديد العقوبه يكون اكثر كمان، مش غلط. أكيد ما في حدا بيقدر يبيع صوته يعني عشان الانتخاب، يعني أول شيء مش كويس لمصلحة البلد، وأكيد إن شاء الله النواب أكيد كمان نواب يعني لو بده يشتري صوت أكيد مش راح يكون مصلحته، يعني إذا بده يشتري بفلوس فأكيد راح يحصل بطريقة غلط كثير. يعني ولا عمره راح تكون كافية، لأنه ما فيش رقابة مضبوط على المرشحين اللي بينزلوا على زي أي سنة ماضية، ولا عمره راح يكون تغيير ولا تجديد، نفس الوجوه، نفس الأشخاص ونفس الناس ونفس الإجراءات. مطالبات بتجديد الإجراءات الحكومية لمخالفة المال السياسي الذي تسبب بأضرار كبيرة وعديدة وعلى أكثر من مستوى، حيث ساهم بوصول أشخاص غير مؤهلين لقبة البرلمان، ما أضعف من دور البرلمان على كافة الصعد، وخصوصا على صعيد الرقابة على أداء الحكومة وسياستها. حازم السردي، الحقيقة الدولية.